تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين، قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة ميدانية إلى مجمعي 245 و243 في منطقة عرد الواقعة ضمن حدود الدائرة السابعة بمحافظة المحرق، وذلك بحضور عضوي المجلس النيابي والبلدي في الدائرة وعدد من المعنيين في الوزارة ومجموعة من أهالي المنطقة. وتهدف الزيارة لتلمس احتياجات المواطنين في منطقة عراد وتحديد نسبة إنجاز عدد من المشاريع الخدمية في المنطقة والمتعلقة بتطوير البنى التحتية والمرافق والارتقاء بجودة الخدمات البلدية فيها. وخلال الجولة التفقدية وجه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الإسراع في إعداد المراحل النهائية من تصاميم مشروع تطوير شارع 46 بمجمع 243 في عراد، إضافة إلى توفير الأرصفة ومواقف السيارات في المساحات المتوفرة وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، فضلا عن وضع العلامات والإشارات المرورية لتحقيق السلامة المرورية. هناك عدم حزمة من هذه المشاريع تتلخص في إعادة تأهيل الطرق السكنية في مجمع 243 و245 وإعادة تأهيل هذه الطرق، إعادة الرصف والتعامل مع مياه الأمطار وبناء الأرصفة وأيضا بناء المماشي في هذه المنطقة. هذه المشاريع أيضا سوف تتوج بتنفيذ شارع 47 والذي تمت ترسية المناقصة مؤخرا، والذي سوف يمتد من شارع حاتم الطائي شرقا إلى شارع 47 المتجه إلى الحالات. هناك حزمة أخرى من هذه المتطلب الخدمات البلدية تتمثل في الحدائق وإعادة تأهيل المماشي. طبعا اليوم تشرفنا بزيارة سعادة المهندس عصام خلف وزير الأشغال والبلديات لمنطقة عراد وحالة النعيم والسلطة. طبعا اليوم خبرنا وشرح لنا عن مشروع رصف مجمع 245 واللي يعد من أكبر المجمعات عندنا في المنطقة والأكثر تضررا في موسم الأمطار. مشروع متكامل بتكلفة 1,000,000 دينار راح يبتدون فيه بإذن الله في القريب العاجل. أيضا من أهم المشاريع اللي في المنطقة تكلمنا اليوم عن مشروع المنطقة الصناعية واللي راح يكلف أيضا 650,000 دينار وراح تمت رسو على المناقصة وراح يبتدون فيه في القريب العاجل. اليوم اطلعنا على بعض المشاريع اللي إن شاء الله تتنفذ في المنطقة خلال الأيام الجاية، ونشكر طبعا الفريق اللي تواجد معه وشرحون بعض الطلبات اللي كانت فيها حق تجمع المياه وأيضا إلى المنطقة الخدمية عراد، وهذه الأمور إن شاء الله كلها رفعت من المجلس البلدي وقاعدين إحنا نتابع كمجلس بلدي باقي الطلبات إن شاء الله في حال الأيام الجاية في تنفيذها بإذن الله.